يا صباح الحب، نستاهل كلامنا اللي اليوم اللي حيكون مرة يجنن. أوعدكم بتشوفوا دبال بنظرة تانية، راح تشوفوها من يعني منطلق راح يخليكم تموتوا عليها، وحاعطيكم اختصارات وأشياء راح توفر عليكم فوق ما تتصوروا. أوكي، أول شيء راح أبدأ فيه اللي هو أصلاً يستحق إني أتكلم عنه، هذه الجلوسات. ما راح أتكلم عنها كثير، بس بقول لكم إن المرة اللي فاتت لما تكلمت عنها بنفس اليوم صارت سولد أوت، والله العظيم ما أبالغ، يمكن نفس اليوم أو ثاني يوم. أوكي، فتستحق تستحق تستحق انكم تجربوها. راح اوريكم كيف شكلها على يدي وكيف شكلها على الشفايف. كذا جلوس مع بعض، في الشفاف اللي فيه جلتر ذهبي، وفي الشفاف اللي فيه جلتر وردي، وفي درجه من الجلوس انه يعني فيها بيجمنت لون بس يلمع، واعتقد اثنين. فالست وايد حلو، كله جلوسات من دبان وبس. ونيجي الحين الأهم منتج، جد جد أهم منتج، بس أنا تكلمت على الجلوسات أولا لأن كمياتها محدودة، فقلت عشان يعني تلحقوها كذا ما تروح عليكم. حلو، أهم منتج اللي هو هذا المنتج، متخيلين إيش فكرته بنات؟ طبعا هو اللي حلو فيه إنك يعني الحين بما إننا صيف واستراحات وطلعات ومدري إيش، فتقدر تخليه معاك في أي مكان، يعني يجيك راج مع جلوس مع كل شيء. راح أشرح لكم إياه، بس أول شيء بقول لكم شايفين مكوناته، هذه هي عبارة عن هذه البليتات حقت دبال. أوكي، فأسعارها تقريبا في الستينات تسعينات زي كذا، البلت كله جمعهم وصار سعره يمكن بشيء وتسعين، بس والله بنات يسوى كل ريال تدفعي فيه. اللي حلو فيه إنه هذا اللون أول واحد يجي برونزر، وبنفس الوقت تقدر تستخدميه كشادو انتقالي، عرفت؟ هذا الهايلايتر حقهم والله العظيم ما قد حطيته الا اخواتي بنص القعده كذا يقرصون ويقولوا اي هايلايت مستخدمه، يموت يموت بشكل مو عادي. راح اصور لكم استخداماته بصوره ثابته بحيث تقدروا تكبتشروها وترجعوا لها باي وقت ثاني. والله بنات نصيحه لا يفوتكم، بالذات هذا البلت يسوى كل ريال تدفعي فيه وسعره مره حلو. ونجي لأكثر شيء دائما ينطلب، هذا الباليت يجيكم ميكس أرواج مع بلاشرات كريمية. أوكي، اللي حلو فيها أول شيء إنها مات يعني مطفية، دمجها مرة سهل، كريمية مرة تموت، وهذا تجيكم فيه لمعة بسيطة، هذا فيه لمعة، والبقية ألوانهم مات، مرة حلوين ومرة سهلين في الدمج، يعني تقدري تدمجي لونين وتطلعي مثلا أومبري أو ألوان جديدة مرة تموت. هذه الإضاءة السائلة تموت بنات، اللي حلو فيها إنها مو بس للعين وللشادو كذا، لا حتى للوجه، عرفتوا يعني لما توزعيها بتعطيكي كذا إفكت مرة واضح ومرة غني. فاللي حلو فيها إنه هذه سعرها بشيء 80. طيب إذا أخذتي ست كامل من الميني، بعدين شوفوا مو مرة فرق في الحجم، لحظة شوفوا حجم هذه وحجم هذول، مو مرة فرق يعني تجي تقريبا نصها. هذول كلهم شايفين درجاتهم هنا مع فرشتهم تجيكم زي فرشة الراج، سعرهم تقريبا بشيء 70، تخيلوا يعني هذول سعرهم أرخص من سعر هذه الحبة. شوفوا معايا كيف لونها مرة واضح من نقطة واحدة بسيطة. أوكي، كذا جيكم فرشتها زي الراج شايفينها، بعدين شوفوا لو حطيت بس نقطة واحدة بسيطة شوفوا كيف. طيب وإذا دمجتيها حتى لو بأصبعك كذا الدمج شوفوا كيف، فاهمين كيف الفكرة؟ مرة تموت على الخدود على الشادو فوق الشادو، فهمتوني؟ مرة تطلع حلوة. اما عاد ارواجهم ما احكي لكم، تجيكم فيها نعناع فيكس شيء زي كذا يعني تلسع شويه، فتعطي فوليوم يموت للشفايف وتعطيك الشكل، عرفتوا اللي تجيكي كذا لان شفايفك مشدوده كانك مسويه فيلر او فيها انتفاخ بسيط، شيء مره يموت. راح اوريكم كيف شكلها على الشفايف ودرجاتها. لا 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 لحظه، قبل اوريكم بقول لكم شيء مره مهم، ان سعر هذا الراج الواحد تقريبا بشيء 50 او 60، وطبعا برا راح تلقوه بالسبعينات واغلى، بس انا قاعد اقول لكم الاسعار عندنا في المتجر. اوكي، فتخيلوا انه هذا سعره بشيء 60 او ب 60 تقريبا، هذا الست الكامل من الميني يجي بسعر الراجل واحد، فهمتوني؟ فالاحلى في هذا انه يجي درجات متعدده، وانك كمان تقدري تخليه معاكي في الشنطه لاي مكان، ونفس الثبات ونفس الاداء. وشوفوا درجاتهم كيف، راح اصور لكم درجات المجموعات الميني اللي زي كذا. لون حلو، كمان في مطب هنا. اوكي هذه الجهه كويسه، هذه الجهه كويسه. انا عكس الناس، اغلط في الايلاينر بس ما اغلط في الروج، يعني هذا المطب اللي موجود هنا هذا يعني ما يمديني اصلحه قدامكم، هذا لازم وجهي يكون في المرايه، فهمتوا علي؟
وهذا البرايمر من نفس البراند يموت بنات، بالذات الناس اللي عندهم مسامات أو حبوب، أو يعني تحسي بشرتك ما هي قطعة واحدة عرفتي، فإذا حطيتيه قبل الفونديشن بالذات على منطقة حول الأنف وحول الفم مرة يعطيك إفكت كأن وجهك قطعة واحدة وصافي ويموت عرفته، فمرة مرة يفرق قبل الفونديشن. وخليني آخر شيء أوريكم هذه البليتات الصغيرة اللي هي نفسها اللي كانت موجودة في البليت الكبير، تجيكم درجات مرة كثيرة بحيث إنك تأخذي حسب احتياجك وتكون معك دائما في الشنطة، يعني معها مرايتها وكل شيء. أوكي، فهذه الإضاءة سعرها يمكن بشيء وخمسين، شايفين كيف بس مسحة خفيفة. هذا البلاشر اللي قلت لكم يجي لونه كذا مرة حلو على الخد، واللي حلو إنه ينفع لو بتسوي حركة اللي التشميس اللي كان وجهك كذا لونه أحمر مرة تطلع تموت. وهذا اللي يجي لونه كذا على في لمعة، فاهمين كيف الدرجة، ومسحة خفيفة مرة. وهذا اللي قلت لكم برونزر، شايفين كيف لونه مرة ألوانهم حلوة وثباتهم برات على ضمانتي. أصبروا يا جماعة تحمست ونسيت أحط لكم اللينكات والأسعار وكذا. أوكي، فإذا دخلتوا متجرنا شوفوا انزلي آخر شيء تحت راح يجيك، أيوة هنا أوكي، راح يجيك الماركات، تختاري ماركة دبال حلو، راح تلقي كل المنتجات سواء مخفضة أو ما هي مخفضة، وراح تلقي أسعارها وشروحات عليها حلو. وبعدين بعد ما تختاري المنتجات حطي كود الخصم راح يخصم لك منها زيادة. قال ايش قال يهون، يعني بعد الحب هذا عشرتك صارت مختزله بس اخر مسوى. قال ايش قال يهون، يعني بعد الحب